بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 الأولى من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومية. طبعا نحن قرأنا كتاب الحج وقرأنا كتاب الصيام، يعني هن عدد الدروس أكبر من هيك كثير، يعني لو ضفنا كتاب الصيام وكتاب الحج وصلوا للمئة. قال: صلاة التراويح. وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة، وتسن فيها الجماعة وتصح قرادة. ثلاث شغلات. أول شيء صلاة التراويح، الآن بدنا نصلي تراويح ما بصير، هي خاصة برمضان. وثانيا تسن أن تكون جماعة. وثالثا يجوز أن يؤديها الإنسان مفردا، يعني بدون جماعة، واحد لا حاله تعبان، لا حاله كذا، نزل ضغطه فما نزل على المسجد، بعدين بنص الليل صلى التراويح. أنا كنت أيام الكورونا كنت أنا وزوجتي نصلي، بس كنا جماعة نصلي، كنا نصلي كل يوم بعد ما نخلص تسميع الطلاب بحدود الوحدة وحدة ونص، ونقرأ جزء كل يوم. على سنتين قرأنا ختمتين بصلاة التراويح بفضل الله. قال: وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون عقب كل 4 ركعات أي يستريحون. لذلك تلاقي نعمل وصلة تسبيحات وما إلى ذلك. يعني بيقول لك واحد بدعة، أخي الصحابة كانوا يتروحون يستريحون، نحن عم نستريح، شو بدنا إذا سكتنا بدها تحكي الناس. تبان مش شغلهم بالذكر، ما نقول هذا الذكر بحد ذاته في هذا الموضع سنة، لكن نشغلهم بذكر الله حتى يعني نرفع همتهم ونملأ أوقاتهم بما يرضي الله. قال: وتسمى قيام رمضان، ذلك بالحرمين شو بيقولوا؟ صلاة القيام. تبان؟ طيب. وهي 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. 20 × 8 قديش يا محمد؟ 20. طيب. قال: يصلي كل ركعتين بتسليمة، ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتصلى قبل الوتر. ليش تصلى قبل الوتر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أهلي أبو علاء، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فأنت الآن يعني ما شاء الله أنتك عالية، تقوم قبل الفجر، ماذا تفعل؟ تؤخر الوتر إلى الآخر. إذا كنت تعلم أنه يغلب عليك أنك ستنام، لا، صلي الوتر قبل أن تنام، فاجعل الوتر في آخر صلاتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. يعني أنت فزيت قبل، صليت الوتر بالمسجد، بعدين رحت نمت، بعدين استيقظت، صليت لك ركعتين ثلاثة أربعة، يعني 2 4 6 الذي منه، بعدين بصلي وتر، لا ما بصير، لا وتراني في ليلة. سيأتي معنا في بحث الوتر. قال: ولو صلى 4 بتسليمة واحدة لم تصح، لأنه خلاف الشرع. كل تنتين نصلي كل ركعتين بتسليمة واحدة، صلينا 4 بتسليمة واحدة لا تصح، لأنه لم يرد ذلك، خلاف الشرع هذا. ولا بد في النية من تعيين. شو بدنا نعين؟ أن نصلي صلاة. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين، إذا فرض فرضية وإذا سنة سنية. فأن نقصد الصلاة وأن نعين أنها تراويح، وأن يعني هي النية هي شغلة لطيفة عند الله أكبر، بدك تمررها على قلبك بس، يعني الحكي فيها أطول بكثير منها نفسها. قال: وهذا ولا بد في النية من تعيين، من تعيين ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. يا بتقول تعين التراويح أو تعين رمضان، قيام رمضان. ولا تصح بنية النفل المطلق. التراويح لا تقع بنية نفل المطلق. نفل المطلق نفل، ما صلي، صلى 20 ركعة نفل مطلق، ما صلى تراويح، قال له روح صلي التراويح.
والاصل في مشروعيتها خلي لبكره. صاروا خمس دقائق؟ بكره مكمل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. طبعا اذا عشنا يعني